السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الطلاب، معكم أستاذ محمد عبد الرازق معلم الرياضيات بمدارس معالم التربية الأهلية. وإن شاء الله النهاردة عندنا درس جديد للصف الثاني الابتدائي في مادة الرياضيات. نشوف درسنا النهاردة إن شاء الله، ودرسنا بإذن الله بعنوان وحدات الوزن غير القياسي. تعالوا نقف مع العنوان شوي. يعني ايه وحدات الوزن؟ وحدات الوزن يعني ان انا اقدر اقيس الوزن. يعني لما اشتري شيء من المول او بقالة، شيء وزن زي طماطم او خضار، او ان اشتري بطاطس، اي شيء له وزن، ازاي اقدر اقدر الوحدة بتاع هذا الوزن، وازاي اعرف ان هي وزنه كام؟ طيب يعني ايه غير قياسية؟ غير قياسية يعني ما هستخدم الوحدات المعروفة، ولكن هستخدم وحدات عن طريق مقارنته بشيء اخر. يعني هقارن وزنه بوزن شيء اخر عندي. في الدرس اللي بعد كده ان شاء الله هناخد الوحدة اللي احنا بنطلعها بالميزان اللي انا بس بلقاها في التموينات او في المول، لكن درسنا النهاردة ان شاء الله هيكون بس ان اقارن وزنه بوزن شيء ثاني، او ان انا اقدر وزنه باستخدام شيء ثاني. هذا معناه وحدة غير قياسية. فكرة درسنا النهاردة إن شاء الله استعمل وحدات غير قياسية لأجل الوزن. وحدات غير قياسية زي ما نشوفها دلوقتي، زي إن أنا أوزن قدر وزنه باستخدام تفاح، أقول هذا وزنه عبارة عن تفاحة أو تفاحتين أو 3 تفاحات، أو لو شيء صغير وزنه يساوي وزن مثلا حبة سوداني أو حبتين أو 3 حبات. الوحدة المتاحة عندي أقدر إن أنا أستخدمها، الوحدة المتاحة عندي في البيت. المفردات معنى الوزن، لو عندي زي ما انتم شايفين في الصورة دي كده بنتين، كل واحدة منهم بتحاول توزن الكرة. في كرة الأولى، البنت الأولى استخدمت مكعبات، البنت الثانية استخدمت بلي. يبقى كل واحدة منهم عندها وحدة مختلفة، هذه الوحدة اللي بتقدر بيها اسمها وحدة غير قياسية. بنحط الكرة في كفة، والكفة الأخرى بنحط فيها إما مكعبات أو بلي أو وحدة أخرى من عندي، إلين تتساوى الكفتين قصاد بعض. يبقى كده صاروا متساويين في الوزن. يبقى أقدر أقول وزن الكرة هذه مثلا 10 مكعبات، 20 مكعب، أو العدد اللي يطلع عندي. كرتي أخف من كرتك، لذا اخترت وحدة قياس أخف. يعني البنت الأولى كرتها أخف فاستخدمت 26 مكعب، أما الثانية كرتها أثقل استخدمت 6، لو استخدمناها تطلع 26 مكعب، أو استخدمها بالبلي ممكن تطلع ب26 أو ب27. هذا لما البنت الثانية استخدمت البلي طلعت 33 كرة زجاجية اللي احنا بنقول عليها البلي اللي بتلعبون بيها في البيت. يبقى هذول الوحدتين اسمهم وحدات غير قياسية. وزن الشيء هو قياس ثقله، يعني مقدار الثقل هو ده الوزن. يبقى الثقل هو ده وزن الشيء. او ما نكبر شوية هنعرف معلومة ممكن نقول شيء بسيط عنها، ان هي مقدار جذب الارض لهذا الشيء، هو ده الوزن. يبقى الثقل او مقدار جذب الارض لهذا الشيء. هنحضر الاشياء الموجودة عندي هذه ونبدأ نختار وحدة مناسبة. انا اخترت الوحدات المتاحة عندي، تقدر تستخدم الوحدات المتاحة عندك في البيت وتوزن بيها. اول شيء عند الممحاة ممكن استخدم المكعبات او كرة زجاجية. انا هستخدم واحدة مناسبة تطلع عند 2، اما الثانية الكتاب هستخدم الكرة البلية فهتطلع عندي 5 بليات. البلية اثقل شوية استخدمها مع شيء ثقيل، اما الممحاة استخدم معاها المكعب لأن المكعب وزنه أخف. أذكر وحدات قياس أخرى يمكن أن أستعملها لقياس الوزن. يعني إيه وحدات تانية ممكن أستخدمها في البيت؟ أي شيء ممكن تستخدمه عندك في البيت. ممكن أستخدم تفاحة، ممكن أستخدم حبة طماط، أو أستخدم حبة بطاطس، يعني أو أستخدم حبة لب لو شيء صغير. يعني كل ما كان الشيء اللي هقيسه ثقيل لازم أختار وحدة تكون كبيرة شوي. أما لو هستخدم شيء خفيف اختار وحدة تكون وزنها كمان هي كمان خفيفة. زي الكتاب مثلا ممكن استخدمه في اني اقدر وزن قارورة موية، ممكن استخدم الحجر، ممكن
كنا استخدم الممحاة في اني اقدر وزن الكتب او السماعات او علبة الكريم، اي شيء من هذه الوحدات اقدر اني استخدمه. اتدرب، احضر بعض الاشياء الموضحة هذه وابدأ اقيسها. علبة الوان، اي وحدة اقدر استخدمها، كل الوحدتين اقدر استخدمهم. هنستخدم هنا المكعب، وهيكون عبارة عن مكعبين. انت ممكن تقدرها بالكرة الزجاجية وتشوفها تطلع معك كام. عندي مكعب المكتوب عليه ارقام اللي هو حجر النرد. هنستخدم البلي مثلا او الكرة الزجاجية، هتطلع تقريبا عبارة عن ثلاث كرات زجاجية. يبقى المكعب النرد طلع وزنه 3 كرات زجاجية. عندي هذه المساحة اللي بمسح بها السبورة، ممكن استخدم وحدة البلي. وانا لما قستها كان وزنها تقريبا 7. تقدر انت تقيسها في البيت بأي وحدة متاحة عندك. تقولها مرة ثانية، مساحة حق السبورة لما استخدمت الكرة الزجاجية كانت تقريبا وزنها 7. طيب كيس الشيبسي او البطاطس، انا استخدمت المكعب طلع تقريبا وزنها 4. بتقدرها لو عندك ميزان تحط هذه في كفة والثانية في كفة لين يتساوي الكفتين، او انك تمسك الواحد الكيس البطاطس في يدك والمكعبات في يدك وتحاول، لو الميزان غير متاح يعني، تمسكهم واحدة في اليد والثانية في اليد الاخرى وتحاول انك تقدرها، تقول والله صاروا متساويين بشيء. طبعا هذا شيء تقريبي اذا ما كان متاح عندك الميزان. أحل المسألة، وزن كرة التنس الأرضي يعادل وزن 10 كرات. يبقى كرة التنس بتكون عبارة عن 10 كرات زجاجية. وزن التفاح يساوي 3 كرات تنس. يبقى التفاحة تطلع 3 كرات تنس. كم كرة زجاجية يعادلها وزن التفاحة؟ التفاحة الواحدة تعادل 3 كرات. استبدل ال3 كرات ب10 كرات زجاجية. الكرة الواحدة اشيلها واحط بدلها 10 كرات زجاجية، يبقى العشرة تتكرر 3 مرات، 10 زائد 10 زائد 10. نشوف الاجابة، انا عندي يكون 30 كرة زجاجية. التفاحة تعادل 3 كرات تنس، عشان اشيل كل كرة تنس من اللي عندي في الصورة احط بدلها 10 كرات زجاجية. يبقى عندي 3 كرات تنس، يبقى 10 كرات زجاجية وكمان 10 زجاجية وكمان 10 كرات زجاجية، يكون عندي 30 كرة، اللي هي 10 زائد 10 زائد 10. يبقى مكتوبة الإجابة عندي كمان لمرة كمان أخيرة، وزن التفاحة يساوي 3 كرات تنس. الكرة الواحدة بعشرة، يبقى عندي 10 3 مرات، 10 زائد 10 زائد 10 يساوي 30. أو الناس اللي حافظة جدول الضرب ممكن نقول 3 ضرب 10 يعني 30. نشاط منزلي، اطلب من طفلك ان يجد عدد الكرات الزجاجية التي تعادل وزن برتقالة. يعني نجيب برتقالة وحاول توزنوها في البيت وتشوفوا وزنها كم. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم وجزاكم الله خير.